السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركب السماء، نص شعري في منار اللغة العربية، الصفحة كما هي ظاهرة هنا. إذا الصفحة هذه وهذه، إذا على بركة الله. لا تنسوا الاشتراك بقناتي الثانية. أذكر ببعض وسائل النقل الحديثة، مثلا السيارة، السفن أو السيارات، السفن، القطارات والطائرات. أعدد بعض فوائد هذه الوسائل على عجل. حل أزمة التنقل من مكان إلى آخر، هذه فائدة، ومن بلد إلى بلد آخر بكل يسر وسهولة وبأقل جهد ووقت. نقل المواد من المصنعين للمحال أو للمحالات، محال جمع محل، التجارية، الشركات، ثم نقلها للمستهلك أينما كان، ومن ثم نقلها إلى أو للمستهلك أينما كان. ازدهار التجارة والتبادل التجاري بين الدول، هذه بعض فوائد هذه الوسائل. إذن توفير الوقت والجهد والراحة. نعم، ألاحظ الصورة وأصفها. نعم، انظروا إلى الصورة. إذن سأقول هذه الطائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية من خلال الكتابة التي على ظهرها. شوف، إذن يبدو أنها أقلعت حديثا. لماذا؟ لأن ذيلها ما زال متجها نحو الأسفل، وكذلك العجلات. انظروا إلى العجلة، فالعجلات يجب أن تكون داخل جسم الطائرة ولكنها لا زالت يعني على الخارج، لأنها لم أن انظر ماذا قلت. وكذلك العجلات الأمامية لم ترجع بعد إلى مكانها الطبيعي. إذا هذه الطائرة أقلعت للتو. أنطلق من الصورة ومن عنوان النص وأتوقع ما سيتحدث عنه. إذا من خلال النص، أو عفوا من خلال الصورة والعنوان كذلك، يتضح أن الكاتب سيحدثنا حول إحدى طائرات الخطوط المغربية وعن الرحلات التي تقوم بها وخدماتها المقدمة. إذن هذا توقع، قد يكون صحيحا قد يكون مجانبا للصواب، لا عليك، المهم هو أن تعبر عن توقعاتك يا صغيري. إذن نمر الآن إلى القصيدة. مركب لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء، نصفه طير ونصفه بشر، يا لها إحدى أعاجيب القضاء، رائع مرتفعا أو واقفا، أنفس الشجعان قبل الجبناء، حمل الفولاذ ريشا وجرى، في عنانين له نار وماء، وجناح غير ذي قادمة كجناح النحل مصقول سوى، يتراءى كوكبا ذا ذنب، فإذا جدف سهما ذا مضى، فإذا جاز الثريا للثرى، جر كالطاووس ذيل الخيلا، يملأ الآفاق صوتا وصدى، كعزيف الجن في الأرض العرى، أرسلته الأرض عنها خبرا، طن في آذان سكان السماء. أنا بغيتك الهمزة، أنا كنخفيها ما نقولها، أنت بغيت تقول السماء، العراء، القدماء. نعم، ماشي مشكل. إذن كما ترون هذا الشاعر المصري أحمد شوقي، كتعرفوه غير كتعرفوه، هذيك ديال كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا هو القائل دياله، هو أحمد شوقي، أمير الشعراء. قف للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا هو اللي قاله، أقلعوا عليه. إذن نمر. إذن سلف مضى القضاء أمر لا مفر منه،
فالدرس ديال القضاء والقدر شتو امر لا مفر منه. رائع من فعل راع اي اخاف، اي اخاف، فهمتوا؟ غادي نشرحوا داك البيت مزيان، غنشرحوا العنانه مثنى. علاش عاوتاني ندير واحد القضيه، نتوما راه زيد عليكم الاجوبه قبل ما نديروا هذا. شوف شوف، غنجيو هنا غنشرح لكم هذا بسرعه في دقيقه، نشرحوا هذا نقول لكم. هنا يتحدث الشاعر احمد شوقي ياك في القصيده عن الطائره، مفاهمين؟ يشير الى انها لو ظهرت في الازمان الماضيه، في سلف الدهر، في ازمان الماضيه، لظنها الناس احدى المعجزات، فهي نصفها طير ونصفها بشر، فهي رائعه سواء كانت مرتفعه او واقفه، وتخيف يخاف منها الشجعان، يخاف منها الشجاع والجبان. اي هذه رائع من اخاف، هذه شو الجمله، شو نقول هنا؟ رائع انفس الشجعان قبل الجبناء، مرتفعا كان او واقف. هذه بحال جمله اعتراضيه، هذه مع هذه. رائع انفس يعني يخيف انفس الشجعان، تثير الخوف في قلوب الناس كافه، الشجاع منهم قبل الجبان. زيد، وهي ان كانت تشبه الطائره، طائر يعني تشبه الطائر، فانه لا ريش لها، الا انه لا ريش في جناحيها، بل هما مصنوعان من حديد صلب ناعم، وتطير بقوه وتنفث النيران، وعند طيرانها تظهر في السماء كانها نجم له ذنب، كانها كوكب له ذنب. فاذا اسرعت يعني فاذا جد يعني اسرعت فاذا جد كانت كالسهم المندفع بقوه. السهم هو اللي كيكون في النبال، النبله، السهم يكون ذا قوه ومندفع، اما عندما تنزل الى الارض فتبدو مختاله يعني تتبختر، تتبختر وتمشي باعجاب كانها طاووس، فاما عندما تنزل الى الارض فتبدو مختاله معجبه بنفسها، تبقى على وضعها كالطاووس، كالطاووس المعجب بنفسه وبريشه الجميل جميل الالوان. هذا طاووس ديل الخيلاء، يعني تتبختر في مشيتها وتختال. ان صوتها، الصوت ديالها مفزع، صوتها له صدى يملأ الآفاق صوتا وصدى، كأنه صوت الجن، يبلغ ماذا؟ يبلغ خبرا، أخبار أهل الأرض لسكان السماء، أي أنه هذه الطائرة كأنها خبر يمشي بسرعة ويطير بسرعة من الأرض ليبلغ الرسالة أو الخبر إلى أهل السماء. مهم على أين شرحنا بعجالة. إذن أحدد خريطة كلمة عزيف. إذن نبدأ. عزيف نوعها اسم، ردها صمت، خصنا نسبقوا مرادفها. إذن مرادفها صوت، فمن خلال المعجم صوت الريح، صوت الجن، صوت الرمال، إذن فهي في العموم صوت، عزيف صوت، ضدها صمت، إذا كان هذا صوت فهذا صمت وسكون. الجملة عزيف الرياح قوي، يعني صوت الرياح قوي. إذن بما وصف الشاعر الطائرة في البيت الأول؟ وصفه بكونه مركب ومعجزة، مركب ومعجزة. مما تعجب الشاعر في البيت الثاني، تعجب لكون الطائرة نصفها طير ونصفها بشر، نصفها طير ونصفها بشر، أي أنها تشبه البشر، تشبه الطير في الطيران، ولكن يقودها البشر، فهي نصف طير ونصف. هذا ما فهمته من هذا البيت. إذن حددوا في النص الأبيات التي تعبر عن المعاني الآتية. إذن الطائرة اختراع عجيب، نصفه طير ونصف بشر، يا لها إحدى أعاجيب القضاء.
تطير الطائرة في خفة، يتراءى كوكبا ذا ذنب، فإذا جد فسهما ذا مضى. حيت انا جاني هاد الباء بحال جيم الخفة، هنا شعنو بها السرعة او عنو بها يعني تطير برشاقة. نعم، التطير الطائرة بسرعة فائقة، أرسلته الأرض حنها خبرا طم في آذان سكان السماء. مهم، حيت هذا ممكن، هذا البيت هذا نعتبروها تطير بسرعة فائقة، الثاني هذا تا هو. إذا كان الأول جواب. مهم، نمر نمر. أعين المعنى المستفاد من جملة جاز الثريا للثرى فيما يأتي. إلى إقلاع الطائرة، استعدادها للنزول، حركتها على أرضية المطار. إذا إقلاع الطائرة، استعدادها للنزول، حركتها على أرضية المطار. إذا جاز الثريا للثرى، يعني هي تمر فوق أرضية المطار وتسلك طريقها فوق أرضية المطار، إذا نقول أنها حركتها على أرضية المطار، فهي تجر، لأن من بعدها قالوا طاووس جر كالطاووس ذيل الخيلاء، والجر يكون على أرضية، فهذا الجواب هو الأقرب للصحة، حركتها على أرضية المطار. استخرج من النص عبارتين دالتين على تعجب الشاعر من الطائرة. إذا قلت هذا بين لو سلف الدهر بها كان إحدى معجزات القدماء، لأنهم تعجبوا فاعتبروها معجزة، وهذا بين البيت الثاني هذا، يا لها إحدى أعاجيب القضاء، يا لها إحدى أعاجيب القضاء. والأولى لأنه من شدة أمر عجيب، لهذا سيسمونه معجزة، فالأمر العجيب هو الذي يكون، يعني يكون المعجزة تكون عجيبة، لهذا قلنا هذا البيت الأول، لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء. مهم، شبه شاعر الطائرة بأوصاف الطائر، أحدد العبارات التي تدل على ذلك. كاين هذا الجناح، كاين حمل الفؤاد ريشا، كاين نصفه طير، كاين جر كالطاووس ذيل الخيلاء. هذه بعض العبارات الموجودة في النص التي تتلاقى مع أوصاف الطائر. نعم، أختار الجواب المناسب مما يأتي. ركز الشاعر على وصف الطائرة في النص لأنه يرغب في التعريف بهذا الاختراع، يريد أن يبين طريقة صنع الطائرة، يريد أن يشيد بقيمة هذا الاختراع. هنا في النص كما شفنا ما قاش لنا القيمة ديال هذا الاختراع، يعني شنو القيمة ديالو، الفوائد ديالو لم يذكرها. يرغب في أن يبين فوائد نفسها، هذه ما بجوج ما كاين مستبعد. إذا قعدنا يرغب في تعريفنا بهذا الاختراع، ويريد أن يبين طريقة صنع هذا الاختراع أو صنع الطائرة. إذا من خلال هذا فهو يعني لم يعرف الطائرة أنها وسيلة للنقل، وأنها بل كان يبين طريقة صنعها، تحدث عن ماذا؟ تحدث عن الفولاذ، عن أنها نصف طير نصفها بشر، أنها تطير بقوة، فهو يعني يبين طريقة صنعها، لم يتحدث عن فوائدها أو عرفها تعريفا. مهم على أيين، ألخص مضمون النص مركزا على أهم أوصاف الطائرة. يتحدث الشاعر أحمد شوقي في قصيدتي عن الطائرة، ويشير إلى أنها لو ظهرت في الأزمان الماضية لظنها الناس إحدى المعجزات، فهي رائعة سواء كانت مرتفعة في جو السماء أم راسية على سطح الأرض، وهي وإن كانت تشبه الطائر إلا أن لا ريش في جناحيها، بل هما مصنوعان من حديد صلب ناعم الملمس، وإن طيرانها تظهر في السماء كأنها نجم له ذنب، فإذا أسرعت كانت كالسهم المندفع بقوة،
أما عندما تنزل إلى الأرض فتبدو مختالة معجبة بنفسها، تبقى على وضعها كالطاووس المعجب بنفسه وبريشه الجميل الألوان. إن صوتها مفزع يملأ الآفاق، كأنه صوت الجن يبلغ أخبار أهل الأرض لسكان السماء. نعم، نقول هذا الجواب. فين وصلنا دابا؟ قربنا. نعم، نقول هذا باش نكملوا. نعم، إذا نمر. أتذوق أختار بيتا أعجبني وأعلل إعجابي. مهم أختار. أنا أعجبني البيت الأخير. أرسلته الأرض عنها خبرا طن في آذان سكان السماء، لأنه شبه الطائرة بخبر أرسله أهل الأرض إلى السماء فطن في آذانهم. مهم. نمر. أختبر قدرتي على توظيف الوصف الوارد في البيت السادس في وصف القطاع الفائق السرعة. قياش كيقول البيت السادس؟ كيقول: يتراءى كوكبا ذا ذنب فإذا جد فسهما ذا مضى. احنا قلنا يبدو رصاصة ذات صدى فإذا حل فبرقا ذا ضياء. يبدو رصاصة ذات صدى فإذا حل فبرقا ذا ضياء. إذا هذا القطار كيبان أنه هو قادم، يبدو أنه رصاصة، يبدو أنه رصاصة قادمة لها صوت. فإذا اقترب وحل فبرقا ذا ضياء يمر بجانبك وكأنه البرق له وميض وله شعاع وله ضوء وله ضياء. طيب، مهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.